السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة السابعة من تختيم لعبة انشارتد الجزء الرابع. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول ما تنزل. ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. طبعا الآن احنا وصلنا إلى وين ما بدينا بداية اللعبة، أول ما بدينا اللعبة وكان سام ونيثن في القارب. الحين تقريبا وصلنا اتوقع الى نص اللعبه، هذا اللي اتوقعي. ماذا؟ اوكي، منطقه ارضيه وحطيت اللغه العربيه، بجرب في هالفيديو احط اللغه العربيه، احتمال اغيرها في الحلقه الجايه ورجع انجليزي بس نشوف. ما رايك في ذلك؟ هذا جميل جدا. اخ شوي نص ونص يعني، بس تعرف كل هذه المغامرات والنجاة بصعوبة بالغة، أعتقد أننا لم نتمهل للتأني وتقدير. أنا بشوف المشاهدين هل يفضلوا اللغة إنه يفهموا أو اللغة الإنجليزية شو اسمه سيك بارفيس ماجنا، الأصوات أو أصواتهم الطبيعية العادية، وأنا أفضلهم طبعا. اسمع يا أخي، إنها ستتجاوز الأمر مع كنز كهذا، فسوف تفعل. لا أعرف، أعتقد أنني كررت الأمر أكثر من اللازم. وهو مفروض قال لها من البداية صراحة، خصوصا أنها زوجته ولا غب عليها. جمال جمال اللعبة ما شاء الله. بطريقة ما تخيلت أنها أكبر. نحن في المكان الصحيح بالتأكيد. كي هذه الجزيرة. أوه أتحرك عن المكان اللي نرسو فيه. ممكن أسوق؟ أوكي. ولنا مكان صفت فيه. هناك جزيرة على الأقل صحيح؟ أي جزيرة الكبيرة اللي على اليسار مفروض ها؟ انتبه لأي شيء من صنع البشر. تعني صنع القراصنة. أي جزيرة يبغون نروح؟ يلا نمشي سيدة كن. ربما ليبرتاليا أشبه بكوخ صغير على الشاطئ. كان رحت صفط على البحر. ربما يكون منزلا على الشجر. أو ربما أنفق إيفري ثروته كلها في البحث عن الكنز ونفدت أمواله. أوكي أشوف منا ممكن يبغون نصفط. يمكن صرف كل كنز ثروته. فضلوا أن نعثر على مكان. هذا هو بس من هناك في شو اسمه مبنى. يب حسنا، هذا بالتأكيد يعتبر من صنع البشر. صنع القراصنة. القراصنة مهم بشر، ما قال شي غلط هو. سام يو ار ستوبيد. يلا هم يتكلموا عربي وانا اليوم اتكلم انجليزي بدل عنهم. تمام تمام، يلا خلينا نروح للبرج. زي ما اقول جمال اللعبه، واتوقع اللعبه على البي سي، بس انا يمدين لو مدان يلعبها على البي سي كان لعبتها، بس جهازي مو قوي. لو قوي كان لعبتها، وانا اوريدي شارنها على البلاي ستيشن 5، ما اخسر نفسي مرتين. ايش هذا؟ واو، ماذا فعل هذا الرجل؟ المصلوب هذا زي المصلوب. هذا هو السبب غالبا. سويت رسمته. Not a good way to go. والله يقول لك مو هي طريقة حلوة عشان تموت. حلوة مو الوصف شو اسمه، بس هذا اللي جبته أنا. أوكي كيف نروح البرج؟ مو من هنا طبعا، من هنا مو لاحظ من هنا. خلينا نروح من الجهة ونشوف. هناك درج، سلم، ستيبس. اوكي بس اوكي لا في هنا او فكرت هناك، لا كان في كهف هنا. ما نودي بس خليني اروح البرج اول شيء. شيك المكان الرئيسي. وهناك بعد في مبنى ثاني. سام وير از يو؟
فين بدنا نتسلقها؟ حسنا الى الاعلى. الى الاعلى اوكي. Alright. خلاص وصلنا الى الاعلى. وصلنا. احنا بدنا لازم نطلع من النافذة. نايس. كده وصلنا القمة. اوه. يبدو هذا واعدا. اتجاه هذا ماشي على الاتجاه. يبدو انه واعدا يا سام. انك يبدو لي كرمز. رمز اوكي. رمز قراصنة جديد. شيفرون ارو سهم يقول. يبدو كسهم بوصلة. يب زي ما قلت انا زيت. اوه ما شو ضغطه. اوكي سام. كيف تعلمت ذلك؟ ان كان هناك شيء تعلمته منك اضغط على اي شيء. انظر هناك انه نفس الرمز. وين؟ انه سهم اخر. وين؟ اكتشف الى اين يشير. وين هو الرمز الثاني؟ انا ما شفت وينه. لحظة يا ناس خلونا نشوف. جنب القارب. يبغانا نتبعه. استخدم الحبل و قبل لا نقولها. عندي انزل صح؟ نايس. اوكي نروح نرجع الى الغارب. خلنا ننزل هنا ما ادري ايش في هنا. اوكي بس رجعنا للقارب اتوقع. هذا هو السهم. وين يأشر؟ لنرى اين ستقودون الاسهم. الاسهم اوكي يأشر بالضبط. اوكي ما يحتاج حتى اطلع في السهم. انا بروح هناك. ما بروح هناك لان ما في مكان نستكشفه الا هذاك الشاطئ الاخر. هيا بنا يا سامي بوي. هذا الوقت. انظر اصبحت مضطرا للحاق بك الان. ريوس هيا بنا. على طول يودينا هنا. شفت هذا هو السهم الثاني. ونروح يسار. ما يحتاج هنت يا حبيبي. شفت السهم. اوه هذا هو سهم. ان هذا يشير الى ذلك الكهف. نعم وصلنا. نايس شكرا على الملاحظه يا سام. علامه عملاقه. علامه جيده. alright وين البوابه العملاقه هذه؟ اوكي بون عندنا نتسلق. سري سلالم يبدو واعدا. اقف. ايه ها نحن ذا واعد للغاية. اوكي تسلق معاي يعني وصلنا. هذا رائع جدا. تسلق المنحدر. تسلق هذا المنحدر على جزيرة قراصنة عملاقة. انا مو اشك اعرف اني خلاص سام يحب القراصنة. قليلا يمكننا التأرجح من الفرع. على قليلا يمكننا التأرجح من الفرع. لا تطيح لكن يا حبيبي. عدنا للعمل. لكن بزنس. ايش سام؟ وين راح؟ اوكي. اروح طريق السهم يأشر. اوه نايس. مراوغا او مقتضبا صحيح؟ لو كان لديك المال ستتباهى به. ها؟ هيا فلنلقي نظرة أقرب. Let's go. إيش هذا؟
Alright. لازم صعب الأمور علي. Of course. إيش هذا؟ آه. كنز آخر. Oh nice. مكان جميل. بس المدخل مغلق. المدخل الرئيسي مسدود بالحطام. الحطام. أعتقد أن بنائي إيفري لم يضعوا مئات السنوات من التآكل في الحسبان. بوضوح. فلنبحث عن طريق آخر. أوكي. يلا نبحث عن طريق آخر يا سام. مو مشكلة. سام. مساعدات. ساعدني يا أخي. هيا أعبر. أعبر. شوف. لا مشكلة. Alright. الكثير من الرفع والزحف تحت الأشياء. حياة صياد الكنوز المجيدة. متعود. دريك مفروض متعود. أنت ما أنت متعود. لست مثله. ايش في هنا؟ ايه ما في شيء. ماذا كان هذا المكان في رأيك؟ هذه الأقواس تذكرني بكاتدرائية القديس ديزمان. كانت كنيسة هنا. ديزمز. اوكي. اوكي سامي بوي. يلا. هيا. لنرى ما ستجده في أعلى. حسنا. إيه ساعدني عشان أركب أصعد معك. هناك ممر لكنني لا أرى طريقا آخر للصعود بعد. انتظر. أنا أنتظر. هذا اللي قلته. إيه هذا طريق الصعود. على الجانب الآخر. حسنا. شكرا. لا يزال علينا أن نرفعك إلى هنا. انتظر. ارفعني ما يحتاج. إني أرى طريق للتسلق. سام أي شيء؟ سام ألا تزال هناك؟ لسه شاف شيء. سام سحب علي. سحب علي. لنرى إذن. أفسدت زواجي. أبعدت صديقي العزيز. طاردني مع طهاني وجيشهما. يعني صالي زال منك. هل صعدت بالفعل؟ أين كنت؟ أبحث عن طريق لأصل بك إلى هنا. حسنا اقفز او اعبر. اقفز او اعبر. شكرا. كل شيء على ما يرام. كلنا على ما يرام لنواصل الحركة. كلنا على ما يرام. هذا مدخل. اوه شعار صليب. انظر الى تلك البراعة. اتوقع فيها شو اسمه تشابه أشياء من الكنيسة. اوكي وين بونا نروح؟ نايس. انتظر لحظة. انتظر لحظة. لقد وصلت للتو. كاني ما استفدت شيء. لحظة. اها اوكي. اب 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 اب. ايوه يوجد ممر هنا. عظيم سأكون خلفك. دائما خلفي يا سام. مع انك اخوي الكبير مفروض تكون امامي وليس خلفي. يلا حياك الله. تفضل تعال. Alright. في هناك وفي هنا. اتوقع يمين او يمين ممكن في كنز. فنركز على الطريق الرئيسي. ليس من هنا.
طلع ليس من هنا. فشلتني يا نايثن. نقلت من هنا في كنز بس طلع من هنا. سام من هنا مثلا. من هنا يا سام. هيا بنا أسرع. تحرك. وصلنا. يبدو أننا لا نزال في الطريق الصحيح. أوكي. كيف وصلنا هالبرج هذا؟ أتوقع إننا نتسلقها أو في حاجة. إنه كنز. اللي يبغون نتسلق أتوقع. نعم. والله من أول ما هرب نايثن وأنا أدري عنكم مجانين. لقد أفلح. في آثار وتماثيل كثيرة. إن هذا ثاني أكبر خزان أراه. خزان. خزان وماذا؟ سام تعال من هنا. كيف دخلنا؟ دخلنا. نايس. هي انت بخير. وين احنا؟ وين المدخل؟ اوكي هذا هو المدخل. اوكي ممتاز. وصلنا داخل هالمكان. ما ادري ايش اسميه. معبد، كنيسة، مكان سري، مكان اثري، مكان القراصنة. ما ندري. حلو. ما ندري. قبل لا نضغط الزر. لا والله اللعبة دي جميلة مرة. اوكي هذا رمز رمز ايفري صح؟ صح يا سام؟ انت خبير القراصنة. يبغون ادوس عليه. لا 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 سندخل بطريقة او باخرى. فلنرفعه معا. اتفقنا؟ حسنا. يلا شغل مخك يا سامي بوي. يا الهي انه ثقيل للغاية. كل ذلك الكنز. افكر في ظهري فقط. alright ايش عندنا هنا؟ اوه المكان جميل مره. يس واو. اننا سنواجه تجربه اخرى. يبدو كذلك. اوكي فيها لغز. لغز ما بقول صعب. ما ادري لا هو صعب بس المكان جميل. اوكي عندنا هال اوه نفس حقه سفن القراصنه. اوكي روتيت. كيف على الكرات لا تطابق التي في الضوء انها تدير الرموز. اوكي بون نشوف. ايوه هذا وحين حركه. alright لحظه لحظه وين يحرك الحين؟ ايه جت في بالي فكرة. اها اوكي نصف قمر كان يبين لي. alright نرجعها من الجهة. نايس. ها هذا تماثيل قباطنة القراصنة. ها هي باني او تماثيل القراصنة. ولا اذكر اسم ذلك الرجل. او ما خلصنا ما خلصنا يا حبيبي. alright هذا المدعو البصرة كان من المغول احد الملوك في دنمارك.
وضمه إيفري لكي يشكره؟ بالضبط. ماذا عن الآخر؟ أنه كان مجهولا. لحظة لحظة يا مغو. أوكي. ثلاثة خطوط. أدير الرمزين. كده ممتاز. ارجع 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 كده تمام. اوكي خرب هذا الرمز. اوكي كده كده اتوقع. ايوه نايس. باقي الان ثانيه ماذا لدينا؟ فلنرى. جوزيف فارل، ويليام مايز، تاريك، طارق بن مالك. نايس طارق بن مالك. 8 من 12. بعد باقي طيب المفتاح هذا وهذا. اوكي يبدو مغربي. اركب بعد مرة. لماذا ابتعد عن الساحة؟ ولو حركنا الحين بوم مثلنا تماما يأتي الى حيث الإطار. كم مرة سنسوي؟ حسنا يجب ان اتعقب هذا. ليش تحرك؟ مزعج الشيمة مرة مزعج للغاية. يقابون اخليه من هنا. اوكي دقيقة دقيقة خلينا نضبط هذا اول شيء عشان يروح بدون ما يستوي. اوكي خلنا نحركه مرتين. فما يتحرك. خلنا نحركه مرتين من هنا. يروح عدل. خلينا الحين نسوي الثاني. شوف هل يوصل؟ نو. مرة واحدة بعد نحركه. أنك فعلتها. نايس. All right. كابتن. ريتشارد واند. لا باقي. وتوماس. سام. انظر. يبدو أن هذه وجهتنا. أوكي. إيه. الآن يوجد 11 فرصة. باقي إيفري. هذا غريب. غريب للغاية. يلا تعال نضغط هل. الزر اللي ما بيكون خطير اكيد. حسنا الى اين الان؟ لعنة. ما هو تمثال ايفري المفقود؟ اوه اتعرف الجهه الثانيه من الجزيره. اشعر بان صديقنا كان نرجسيا مره. كل هذا تعتقد؟ فلنرى ماذا يخبئ لنا. عند مسوي حق نفسه أكبر تمثال. هذه مسافة عالية جدا. إيه مبدينا ننزل. نو 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 حبيبي بلا أكشن من صباح الخير. ما تصنيفك لهذه العملية بالمقارنة مع مغامراتك؟ اسألني عندما ننتهي. كده وننزل. هذا هو الشيء اللي حصلناك الحين. alright. أوب. لا تسقط. لا تدخل. لا تسقط. إيش في هنا؟ رائع. القارب هناك. أوكي أتوقع بس حاطينها الأماكن كده يعني. أوه.
القارب هنا. نحن ننزل من هناك. اوكي رجعنا للمدخل الجزيرة. اوب. او الباب مفتوح الان. او البوابة. ممتاز جدا. وكأن البحر صار شو اسمه تيار اقوى صار. اما هذا او انني احتاج الى تجارة اخرى ربما الامراض. وين هون؟ نسيت انا وين المكان. على اليمين. لا شكلها فيها عاصفة جاية. دقيقة من هناك يا حبيبي وين رحت انا؟ وين البرج؟ ايه هناك. ما الذي حصل لي؟ انني مفهي للغاية. هذا هو. هو بالحديث عن معنى ضخامة. نعم انه كبير. كبير؟ ما الذي تقوله يا نيثن؟ كي اتوقع بأشر الاتجاه موقعنا الجاي. انه لا ينظر من خلاله. ربما يريدون ان ننظر عبره. جزيرة الكنز اصابتك بالغيرة. إن العاصفة هنا. كاي بس نركب نتسلق خيا افري يعني شو اسمه ناخذ ابنك طبعا. هيا سام. لا 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 سأعطيك الشرف. شكرا يا اوكي اخيرا. حسنا يا كابتن. اوكي وش يبغون نشوف؟ اوه هذه الجزيرة. هذه موقع الكنز. جزيرة كبيرة على شكل جمجمة. جزيرة كبيرة بس ايش اسمها؟ انها هي ليبرتانيا. ليبرتانيا هذه. التفاؤل بالنظر للظروف. هيا لا يوجد غيرنا هنا. يحق لك الشعور بالقليل. متأكد ان ما في الا احنا هنا؟ سأشعر بالإثارة عندما ننقذك من الكازار. هيا. حسنا. يحس انه مسؤول عن انقاذك. انت خليته. لا 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 عندما تقول حسنا هذا يعني انه على العكس من الخير تماما. اب 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 صدق قوارب. عندنا ضيوف. هذا ريف؟ أكيد. نعم ومن غيره. يلا يلا هروب 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 كالعادة نتعب ونسوي الشغل وتالي يلحقونا. بداية اللعبة. أوكي وصلنا إلى البداية. يحترقون منا. أوكي ما بنلعب مرة ثانية الحمد لله. أنا كنت شاك إنه بخلونا نلعب مرة ثانية. أوكي يذكرونا وإيش اللي صار. القارب هذا مو قاربنا. أوكي هذا نيثن. وين سام؟ شابر 13 ماروند. ما ادري ايش معنى ماروند. اوف عاصفه. وين ابتعد عن الشاطئ. اوف احب احب اجواء المطر في الالعاب. بس يبغى لنا ندور على سام. اسمعوني ربما ابعد قليلا. سام برادر وير ار يو. يجب الصعود لأرض مرتفعة. أولاً أرض مرتفعة ثم معرفة المكان. اوكي
السحاب أرض مرتفعة. بوم 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 أوتش. هاي نتسلق هنا. اللعنة يا سام. سامي بوي وين رحت برادر؟ الجو عاصف للغاية. كيف طرقته كده؟ ممكن من التصادم القوي واحد راح هنا واحد راح هنا. حمدا لله صندوق الإمدادات. يا إلهي إنه خال. ضاع كل شيء. إشارة جيدة ربما أخذها سام. يمكن سام صحيح أخذها. من الناحية الإيجابية لا يمكن فقدان أي شيء آخر حتى حياتي. أكلم نفسي، هذه أولى علامات الجنون. يا رجال أول واحد تكلم نفسك. يا إلهي حسنا أنا أو تبا معيرة نيثن على آخر لحظة. تبا لهذا المكان. إيه أوكي دقيقة. أيوة. وصلنا. اوكي ما نقدر نطلع نوصل. يلا يا سام. والله شكله سام وصل للقمة واخذ الكنز وخلص. يجب ان استمر. من هنا؟ من هنا. اتوقع ان المكان كله مبلل ما يقدر يتسلق. قوم قوم قوم. يعني نطلت ما نقدر تنط. استمسك. نايس. مو نايس ابدا مو نايس. نزلنا تحت. أغمي علينا يا إلهي. نيثن. أوكي. ويك أب. شكلها العاصفة شو اسمه وقفت. لقد توقفت العاصفة يا نيثن. الآن يمكننا أن نبحث عن سام. المشكلة شكلنا إحنا ندور على سام وسام مو ذاك خبرنا أصلا. شغل لنا الكنز. صاير شو اسمه مو مغرور ما ادري شو اسمه ناسي الكلمه اللي عم بوصفها. اناني هذه الكلمه. بس اوه هذا شكله سام. سيك بيرفس ماغنا سام سيرفس ماغما. ما شاء الله. هيا أين أنت؟
وذاك الحين هذا مو سام بس ما قام سيرفيس ماجما ايش قال بس وقفت ال مخيف ومريب. تماسك يا أخي إن أخاك الصغير سينقذك. إلى القمة. نطيت في المكان الغلط كيف اوكي اهم شيء تسلقنا انها لا تفرق معي ابدا. alright اوكي كل رجع الاهتمام على التسلق كل اللي بنسويه التسلق. أوه ارتفاع مخيف. أوكي أوكي هدي هدي حبيبي هدي هدي. ما تتصور القوة اللي تحتاج عشان تتسلق. التسلق ممكن يكون من أصعب الرياضات في العالم. تحتاج قوة مو طبيعية. تخيل تمسك وزن 80 الى 70 الى 80 كيلو. اوب 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 القارب الحين قاعد يدوروا علينا شكلهم. ريف ممكن اني اقاتل ريف على نهاية لان من قاتل نايدين عشان ننتقم. قلت انه بينكسر كنت عارف عارف حركات انشارتد. هذا لم اتوقع. اين سنذهب الان؟ المكان صار شوي معقد كل يمدي احس ان بدي اروح كل مكان. هاي ما استفدت شيء رجعت هنا فأتوقع يبغون نروح هنا يمدينا نوصل؟ ما أتوقع. لا والله يمدينا كف عليك يا ناثان المتسلق العظيم. هذا لا يمكن. No other كتب نشوف 3 crosses Jesus dismiss also ما ادري وشو شبراك. يا الهي اوه اكيد بارد ما نعيش لو بارد انه ثلج للغاية. يبغون نغوص ممكن. اوكي هلا ما كان انا في الحقيقة ما احبها في اوكي طلعنا ممتاز. اوب 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 اوب. مرحبا هل رأيت احدا يمر من هنا طول نحيف
مليء بالأفكار الحمقاء عن كنز قراصنة. شكله مرة خلاص اكتفى نيثن. حظ سيء ها. I confronted Burnus this morning as we were making provisions to leave the cage. اختلاف ممكن. يا للمساكين. يلا تعلم منهم. اوكي. يا سلق هناك بس وين اروح؟ نايس اوكي. مرحبا بس مارين من هنا. بهذا الحذاء اتوقع نيثن دائما عليها جواتي حق تسلق. بغينا نطيحها ليش؟ ما نطيحها. ناخذ المسمار. سمارت. سوري. لن تحتاج لهذا. يب. الحين بدنا نتسلق. مربع. نايس. هذا يفلح. ايوه. ايوه ممتاز. بوم. كنت اصل. باقي يا حبيبي. نايس اوكي يمديك تنط وتضرب بالمسمار. اورايت. خلينا نستمتع بالمنظر شوي. اوه ماي جاد شوف كيف المنظر جميل. اوكي نقول بسم الله. اوب. نايس. هوب. ها؟ رأيت أحدا؟ ربما رأيت شيئا. حركة عند خط الأشجار. الأدغال كثيفة هناك تتحرك كلها. لا أرى أي شيء. اللعنة. اسمعوا جميعا إنذار كاذب لكن انتبهوا. هيا. أوه حين ما نقعد بنقعد نموت الحين. هذا اللي بنسويه. شكرا. اوه حركة. اوه حركة والله نايس. سوى ندرى عنها. كيف نجى من ذلك الخطام؟ يمكن الحظ باستمرار. حسنا سينفذ الحظ في النهاية. يدرى اني نجى. تعال منا حبيبي. لو قدرت تتعدى هالمرحلة بالتخفي وما اكتشفوني حط لايك الفيديو واشترك. بس متأكد اني ما بقدر. في واحد تحت. اوكي. رايت. في واحد فوق. رجل ميت هنا. كيف اشافه؟ فك. ما ادري ليش ما يعطوك خيار انك تسحب الجثث. جود نايت. اوكي هنا بيكون صعب اني اروح. ما شفتني. اخرج ايها الحقير. هولي فك. كم عددهم؟ 5 هنا هناك في واحد. لم اثر على اي شيء. تب. ما شافوا الحين. هل في احد وراي؟ 1 2 3 4 5. نقدر نلحين متستر. انا ما اكتشفوني صراحه.
إذا أطلقوا علي بالرصاص يعتبروا اكتشفوني، فلحين حط لايك واشترك إذا ما اكتشفوني. كيف الموسيقى رجعت طبيعي من هناك؟ ما أقدر أروح. أوكي انتبه انتبه انتبه. نايس، لحين ما اكتشفوني. وين الثاني اللي هنا؟ يمدينا نروح افر يمدينا. نايس. فتشت هنا وفتشت هنا. إنك لن تحصلني. أوب 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 أوب، من شافني؟ أوكي. واحد اثنين ثلاثة. أوه ماي جاد. أربعة. الواحد وراي كان ناس ما. خليهم يدوروا بروح. أين الحقيقة؟ ماذا؟ تبن رأيته هنا. لحظة. اوكي ممتاز ممتاز، لقد هربنا. والله أعدادهم هائلة بشكل مو طبيعي. لحظة بس. نايس. في واحد يمين يسار. ارجع بسرعة بسرعة بسرعة، لا تموت لا تموت لا تموت لا تموت. Oh,
الآن عندي. نايس. اوه شت. لا لا لا. راح. اهلا. لا لا لا. خلاص. اوكي. ما غلبتهم بالتستر، بس ستر تقريبا نص القتال، فكويس اللي سويته يعني. ف لايك واشتراك لو سمحت يعني، بس على تعبي اللي تعبته. اوه سلاح جديد. alright وين نروح بعد هكل هل تعب؟ هروب. حسنا، إلى أين؟ إلى أين نذهب الآن؟ لعنة على هذا. إيش فيك يا دريك صغير جبان بسرعة تخاف؟ ما تنفع تلعب ألعاب رعب. جثة أخرى. واو هذا سوداوي جدا. واو يبدو أن حظ طاقم بيرنز في العثور على الكنز كان مثل حظي. هذه مسألة. صار. لا لا. صار. اللعنة. ما وصلنا للقمة. سام. حصلناك. كدت أقتلك يا أخي. سام أنت بخير؟ نعم أمر معتاد بالنسبة لي. تسعدني رؤيتك حيا يا أخي. هيا هناك كنز لنجده. خليه يرتاح شوي ابن الناس. ماذا نفعل؟ ماذا تعني؟ فقدنا مؤاننا في أعماق المحيط الهندي. إذن فلنسرق بعض المؤن من جيش نادين. والمشكلة الثانية نحن نواجه جيشا ونحن صامدون حتى الآن، ونحن منعزلون في مكان مهجور. كنا نحاول الوصول إلى هنا. نحن كانت لدينا خطة هروب. حسنا اسمعني، اقتراح جنوني. نرجع إلى هناك ونجهز أحد قوارب ريف عشان نهرب. تنتظر. أتعرف ماذا نفعل؟ نشتري حياتي ثانية، ونفعل ذلك بالتوغل في تلك الغابة والعثور على ليبرتاليا. هل رأيت إشارة تدل على مستعمرة قراصنة؟ لأنني لم أرى واحدة. ألا تعتقد أنه فات أوان الشك؟ أيمكننا أن نضع في الاعتبار احتمال أن فكرة إيفري عن أرض أحلام سرية لم تنجح؟ وربما أننا باختلاف أن توقعت بقاتله. علينا البحث عن وسيلة واقعية لإنقاذك. سأفتش هذه الجزيرة شبرا شبرا إن اضطررت حتى أعثر على الكنز. إن كنت تشعر بالحيرة فيما يخص ما نفعله، ارجع منزلي يا نيثان. تو الناس يوم وصلت إلى هنا حين يقول لي ارجع. هل تمزح؟ هل تعرف ما خطرت به لأصل أناني؟ قال لكم سام أناني. فهمت؟ آخر 15 سنة لا من حياتي. قاعد يعيرني الحين. هو أساس ما نحن فيه. ماذا؟ اكتشف شيء؟ وقت الخلاف على الأقل. زين شعارة. شال حظ هذا. ما زلت تريد العودة؟ ف
فلنرى ماذا سنجد. هذا يمكن يكون موجود. Alright. أتوقع أننا وصلنا من نقطة ممتازة في اللعبة عشان نوقف حلقة اليوم. وإن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية. فأتمنى أن الفيديو عجبكم. إذا عجبكم كالعادة لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهات أول ما تنزل. إن شاء الله بأشوفكم في الحلقة الجاية من تختيم Uncharted 4. مع السلامة.